ونبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلي. الأخ أبو عبد الله يقول: معلم تصله هدايا من طلابه، كيف يتعامل مع هذه الهدايا المهداة إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما يتعلق بهدايا الطلاب لمعلميهم أو لإدارات مدارسهم على نوعين: هدايا وهم في مرحلة الدراسة لم يغادروا، فقط يغادروا بعد هذه المرحلة، فلا تصح إهداء لا للمعلم ولا لإدارة المدرسة. وأما إذا كانت الهدايا بعد الفراغ من المرحلة الدراسية والانتقال منها إلى غيرها، فتجوز الهدايا للمعلم الذي أحسن إليك وإدارة المدرسة، والأفضل أن تدعو له، أن تدعو له دعاء يعلمه الله منك في صدقك وفي إخلاصك ينفعك وينفعهم الله به، والله أعلم.